Il fallait absolument monter et ouvrir et lancer un Jamel Comedy Club au Maroc. Mais qui pour le présenter? Il fallait un fou. Alhamdoulilah, atallah les fous au Maroc. كيش حل منتوج الوطني الحداقة الضرافات باتان مقير توت اوبسيون هي حاجة وحدة كتكونسومي ويه ويه طلع على الجبل شوف شو الحيط وليه وليه ولا عيوش السلام عليكم هاد بول مكي حياتي كامل وانا تناكل عنده وباقي لدابا ما عرفتش كناكل نص بثلاثة دراهم زوين جلاف عطاك ياكل عنده هذا انا ما كرهتش كون كنت نترمدن ما كرهتش كون راني نترمدن تنبان واقف ولكن البنيه ديالي ما كتساعدش جمال كوميدي كلوب من تقديم ايكو كل ثلاثاء مساء على دوزام دوزام تجمعنا رمضان كريم